باشمهندس كريم، برحب بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك دكتور عزة. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس احمد، قول لي الاول المكتبه دي بتحتوي على ايه، وبعد كده باشمهندس كريم يقول لي الشغل اللي هو عمله هنا ايه. تمام، احنا عندنا هنا المكتبه الاول بتحتوي على المخطط ليها حاليا 70,000 كتاب. الفايف يير بلان ان باذن الله هتحتوي على 5 مليون كتاب. الله. سواء هارد كوبي او ديجيتال كوبي. وكل ده مجهز؟ كل ده مجهز ان هي تحتوي على الكلام ده. بالسوفت وير، بكل حاجه، يعني حتى الارفف اللي حضرتك شايفاها ليها الشاشه، بحيث ان حضرتك تقدري ان انت تعرفي ان الكتاب ده فين، في انهي رف، في انهي مكان بالظبط لما تشتغل الشاشه. بالظبط، مش هتقعدي تدوري على كل كتاب هو فين، لا. انت تخش تعملي سيرش على الكتاب، ممكن انت تعملي بورو للكتاب من هنا. أيوه. وترجعيه، او تاخدي نسخه ديجيتال او ترجعيها. تمام. يعني طبعا الكتب بتبقى غاليه جدا. طبعا انا مستغربه، ممكن يبقى في استعاره وممكن يبقى. بالظبط، احنا هنا المكتبه ليها يعني شويه سنسيتيف اكوستيك ديزاينز، بحيث ان انت ما ينفعش تسمعي ان صدى الصوت. فعندنا الاكوستيك بافلز اللي حضرتك شايفينها دي في السقف كلها بتمتص الصوت. انا ملاحظه يا جماعه، وانت داخل المكتبه، لما تيجوا المكتبه ان شاء الله هتاخدوا بالكم من حاجه. دايما لما بندخل اماكن مقفوله، حتى في الحركه واحنا ماشيين، بنبقى سامعين صوت، بيبقى الصوت نفسه كده مدي اكو عالي. هنا مفيش لاحترام فكره المكتبه. بالظبط، لان هي طبعا المكتبه هي هدوء، وان انت تبقي مركزه في القراءه نفسها. فبالتالي الاكوستيك بافلز دي كلها بتمتص اي صدمات زياده زي الايكو او الكلام ده كله. وده الشغل اللي عمله باشمهندس كريم. باشمهندس كريم طبعا هو ليه دور مهم جدا. ده جزء فندم خاص بانعزال الصوت، عشان اي رنه في الجزء الرخام او جزء الحيطان ما يردش على سمع الناس، فهو الناس تتشتت. بالظبط يا فندم، تقرا مركز جدا. بالظبط يا فندم، الصوت مكتوم تماما عشان المركز زي ما باشمهندس احمد قال يبقى تمام تركيز في القرايه اللي هو الكتاب اللي بيقراه. الفكره دي معموله في المكتبه بس في مدينه الفنون، او مدينه الفنون اعتقد، او في مصر اعتقد اول مره. اول مره عندنا هنا، وعندنا في المتحف يا فندم، عشان برضو نفس الكونسبت بتاع المتحف، ان التماثيل الناس ما تخش تركز تتفرج على حاجه ما يبقاش فيه صدى صوت نهائي. بس ف موجوده فين الفكره دي فندم؟ اعتقد يا فندم موجوده في، ابتدت في اوروبا، في المانيا وفي ايطاليا وفرنسا، واحنا ده اللي ابتدينا وردنا منه هنا الجزء اللي احنا اشتغلنا بيه. في برضه يا فندم سيستمز عندي بتاعه انذار الحريق، وده برضه من احد السيستمز الموجوده حاليا، عن طريق شعاع اسمه بيم، شعاع انفراريد. مجرد الدخان يعدي يكسر الشعاع ده، الانذار بيبتدي يشتغل. بالظبط، عشان ما يوصلش، مش محتاج ان الدنيا كلها تبقى اتحرقت توصل لفوق عشان يطفي. بالظبط، فهي برضو ده احنا بنحمل الناس من اول انذار، عشان اهم حاجه طبعا عندنا الناس. وعندنا طبعا سيستمز حفاظ الطاقه، السيف انرجي، حاجه اسمها كي ان اكس، ان انا من شاشه واحده في اي مبنى بتحكم في الاضاءه كلها. يعني لو واحد ساب مكتبه ومشي، انا بشوف على الشاشه النور منور بقدر اطفيه. ده كنترول وايز عن طريق اللان كابلات النتورك، وشاشه واحده بقدر اشوف المبنى كله. فدي يعني الاستشاري، واحنا تعبنا ان احنا نقدر نجيب احدث حاجه، وعشان نريح الناس وفي نفس الوقت نوفر طاقه ونحافظ على صحه الناس. في قاعه هنا غير قاعه طه حسين ولا هي واحده؟ في يا فندم، في كذا قاعه متقسمه بالاسامي، دكتور طه، مش فاكر الاسامي، في احمد شوقي، في نجيب محفوظ، في تمثال لنجيب محفوظ فوق. الله. عندنا هنا اللي بيميز بقى المكتبه دي عن اي مكان تاني، كتاب وصف مصر. يا سلام. كتاب وصف مصر ده من ايام نابليون. هو دي النسخه الاوريجينال بتاعته، جاي الاوريجينال. بالظبط، هو جاي بتامين زي الاثار بالظبط. ده كتاب يا جماعه وصف مصر. لا تعالى احكي لي يا باشمهندس، تعالى باشمهندس احمد، باشمهندس كريم، ده كتاب وصف مصر، دي نسخه من ضمن 5 نسخ على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله. بالظبط. دي جبناها منين ولا كانت فين ولا؟ دي موجوده هنا، دي نابليون اللي عاملها هنا في مصر. من ايام الحمله الفرنسيه على مصر. ايوه. والكتاب ده ملوش غير 5 نسخ بس. على مستوى العالم. هو على مستوى العالم كله. وهو ده طبعا بيطبع منه نسخ صغيره. لا طبعا، بس انا بتكلم على الاوريجينال. على الاوريجينال، حتى الورق ما حدش لمسه. بالظبط، هي محطوطه جوه الفاترينا الازاز ديت اللي هي نو تاتش، ما حدش يقدر يلمسها، وليها السيستم بتاعها اللي ممكن يحكي قصة وصف مصر. الله. عن طريق الشاشة اللي جنبي. جبتوه هنا ازاي؟ ده جه تأمين زي تأمين الآثار بالظبط. بالظبط. شرطة وجيش، كل حاجة، علشان خاطر الحاجة دي قيمة جدا لا تقدر بثمن. طبعا. فبالتالي ما حدش يقدر يتكلم يعني يجي عندها. النسخة دي عندك في مصر، في مدينة الفنون والثقافة والأوبرا الجديدة، الأربع نسخ في العالم. يعني تعالى جنبي بقى يا باشمهندس كريم. احنا كمان عندنا ومين نابليون؟ وبايد نابليون. وبايد نابليون. اتعملت شخصيا بايد نابليون. بايد الناس بتاعته. دي اهم معلومه، ده اهم من اللي انا قلته. بايده هو شخصيا. اللغه اللي مكتوب فيها
في فندم هيروغليفي الجزء اللي كان شغال بيه، وفي فرنش وفي عربي. طب هايل. في قاعات طبعا زي ما حضراتكم شايفين، القاعات دي بقى باشمهندس احمد، قاعه دكتور ثروت عكاشة وقاعه دكتور طه حسين. القاعات دي مجرد مسمى ولا الاسماء ليها دلاله؟ هي اسماء ليها دلاله على اكبر الادباء في العالم. تم اختيار يعني عندنا بالظبط فوق، في احمد شوقي، في نجيب محفوظ، كل واحد فيهم ليه قاعه من القاعات الكبار، وكل واحد فيه كتبه ولا مش بالضروره؟ لا طبعا مش بالضروره، مش بس بالضرورة. اساسي بيبقى طبعا مدام هو بتاعته. احد الادباء العظماء فاكيد كتبه تبقى موجوده في القاعه بتاعته. حلو. احنا عندنا هنا في اربع قاعات قرايه كبار جدا. دي قاعات ايه؟ قرايه. دي قاعات قرايه، يعني القارئ المثقف اللي بيبحث عن، يعني اللي حابب فكره المكتبه هيجي يقعد هنا. بالظبط، هي دي ليها فكرتين. انا واحد محب اقرا على الموبايل، بحب اقرا على اللابتوب، ايوه، على الايباد، او بحب اقرا من كتاب. فالكراسي دي بالظبط، انا ما زلت لسه يعني لازم اقرا من كتاب وفي ايدي قلم كمان واعمل هوامش وبتاع. الكراسي ديت فيها كل واحده قدامها الفيشه بتاعتها، بان انت لو حابب تقعد باللابتوب انت شفت الكتاب اونلاين هنا، عايزه تاخديه ان انت هنا بتروحي طبعا لمسؤول المكتبه بيديكي اللايسنس بتاعته، بتقعدي على اللابتوب تقريه. لو هو مش موجود هنا، وفي جزء كمان الاستعاره، احنا ان انا اقدر استعير اي كتاب. بيعدي على الريسبشن وبيستعيره، ولو فكر ان هو يسرق الكتاب، في عندنا حضرتك البوابات الداخليه الازاز دي يعملوا الشغل، دي سيفتي وايز. بالظبط، مجرد شغلهم، مجرد الباركود بتاع الكتاب يعدي بيزمر طبعا خلاص. بالليل انا ملاحظه انه ده ازاز يعني كاشف. مظبوط يا فندم، ده جزء اضاءه طبيعي بلس طبعا الفلاس او الاضاءه الخاصه بالمكاتب. فده مع ده في نفس الوقت رابطينه مع الكلاسيكيه، مع الارش الجي ار سي اللي حضرتك شايفه. ايوه، ان هو بالشكل ده كده انا رابط ما بين مدينه، لو تلاحظي حضرتك بره الاوبرا. أيوه. كان هو ده التصميم الكورنسي اللي هو ظاهر بره. صحيح. فبالتالي احنا رابطينه هنا بالشكل. دول ايه باشمهندس؟ بقيه الكتاب ده، بقيه الكتاب. كل ده كده دول، واحد ده اتنين تلاته وصف مصر بخط ايد نابليون، اربع خمس نسخ على مستوى العالم، عندنا في مصر نسخه والاربعه متوزعين على العالم بقى كله. اخر قاعتين عندنا هنا فوق. الهيستوريكال، دي قاعات ازاز محدش يقدر يلمسها، زي ممكن يتحط جوه قطعه من كسوه الكعبه من ايام زمان، يتحط كتاب تاريخي زي كتاب وصف مصر او كده، محدش يقدر يلمسه. وفي نفس الوقت احنا ما نسيناش الطفل، فعندنا جزء خاص بالكامل لمكتبه الطفل، بانترتينمنت بكيدز بلاي جراوند، ان حضرتك مثلا كولي امر ممكن ان انت تسيبي طفلك يقرا في مكان، يقرا وفي نفس الوقت بعد ما يخلص القرايه ممكن يلعب، وفي نفس الوقت البلاي جراوند ديت اوبن اير، بحيث ان حضرتك تبقي قاعده في الكافيه او المطعم جنبه. وهو احنا عندنا هنا كافيهات ومطاعم كتيره، وهو مطمن بالظبط، وانت شايفاه قصاد عينك هتشوفه.